مرحبا. تعمل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص العراقية على تنظيم وإدارة عمليات النقل الخاص. زين، للشركة مهام ومسؤوليات، تعال نتعرف عليها سوية. أولاً، تتولى الشركة مسؤولية تنظيم وتوجيه النقل الخاص بما في ذلك سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة وحتى سيارات النقل الأخرى. اثنين، تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للسائقين وحتى المركبات المستخدمة بالنقل الخاص. ثلاثة، تعمل على مراقبة أسعار النقل الخاص حتى تضمن عدم التلاعب بالأسعار وضمان تقديم خدمات بأسعار معقولة للمواطنين. أربعة، تسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تنفيذ خطط تطويرية وتحديث الأسطول والمرافق. زين، تعالوا نتعرف على الإحصائيات حتى آخر تحديث إلها بعام 2023. تشير التقديرات إلى أن هناك ما يزيد عن 500 ألف مركبة نقل خاص تكون هي مسجلة. زين، عدد السائقين ايش قد يبلغ؟ يبلغ عدد السائقين الحاصلين على تراخيص النقل الخاص تقريبا 300 ألف سائق. زين، تدير حوالي 50 محطة وموقف رئيسي تقريبا للنقل الخاص، وتكون هذه المحطات موزعة على مختلف المحافظات، وتصل إيرادات الشركة من الرسوم والتراخيص وغيرها تقريبا إلى 150 مليار دينار عراقي سنويا.